أهلاً وسهلاً بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف التاسع. سنتعرف سوياً إلى مادة التربية الإسلامية التي سندرسها خلال هذه السنة. أما معلمة المادة سأكون معكم هيفاء السويطي. أعزائي الطلاب، نتساءل، لماذا نتعلم التربية الإسلامية؟ التربية الإسلامية وأهميتها هي إعداد الجيل الناشئ عن طريق تحصينه الإيماني وتقوية نوازع الخير لديه وضبط نوازع الشر في داخله، وصرف الطاقات نحو الأهداف السامية التي بها تكون الشخصية الإسلامية الناضجة والمثال التي يحتذى في النجاح والتمييز. أما أعزائي الطلاب عن أهمية التربية الإسلامية هي غرس معاني الإيمان بالله وبرسله الكرام عليه الصلاة والسلام، ومحبة الناس وكراهية الشر وأهله، ومحبة الخير وأهله. وبالإيمان بالله يكون النوازع الذي يمنع الفرد من الوقوع في الخطأ والزلل في الآثام، وبالتالي يسلم الفرد ويسلم غيره. أيضاً من أهمية التربية الإسلامية أعزائي الطلاب تقوية العلاقات الاجتماعية وزيادة أوصار المحبة والود بين الناس من خلال النشأة الإسلامية لدى أفراد المجتمع الذي تربي على معاني احترام الآخرين والإحسان للغير وصلة ذوي القربى والأرحام. أيضاً أهمية التربية الإسلامية إنشاء جيل مسلم ذو فكر معتدل ومستنير وبعيد كل البعد عن معاني التطرف والإرهاب، لأن تعلم الإسلام والتربية عليه هو الحصن والمناعة لدى المجتمع من حيث العينات التي أخذت الدين بجهل وبدون علم واطلاع. أيضاً تحقيق الأمن والسلم المجتمعي من خلال الأجيال التي عرفت الحلال من الحرام، فابتعدت عن السرقة والزنا والخيانة لأنها تؤمن أن الله تعالى يعلم ما يسر المرء وما يخفي. أيضاً تحقيق الزهاء الاقتصادي لأن المؤمن لا يخشى ولا يكذب، لا يغش ولا يكذب، ولا ينقض العهد، ولا يتعامل بالربا الذي يقضي على المال ولا ينميه، لأن المسلم دائم الصدق، مقيم للزكاة، مكان في ماله فضل، وهذا خير كله يعم المجتمع بأسره. أعزائي الطلاب، سنتعرف أيضاً على هذا الكتاب، وهو كتاب التربية الإسلامية للصف التاسع الأساسي التي سوف نضعه بين أيدي الطلبة آملين أن يحقق النتاجات التي وضع من أجلها ويعمق إيمانهم بالإسلام عقيدة وشريعة، ويسهم في بناء شخصيتهم من النواحي الجسمية والعقلية والروحية والاجتماعية بشكل متكامل ومتوازن. وقد جاء هذا الكتاب أعزائي الطلاب منسجماً مع أهداف التطوير التربوي، وقد اشتمل على مختلف تخصصات الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم وعلومه، والحديث الشريف وعلومه، والعقيدة الإسلامية، والسيرة النبوية، والفقه الإسلامي، والنظام الإسلامي، والأخلاق الإسلامية. وتم توزيع الدروس على الفصلين الدراسيين. وأيضاً عزيزي الطالب، تم توزيع دروس الكتاب بناءً على الوحدة الموضوعية لتسلسل الدروس في الكتاب والتكامل بين موضوعاته، عوضاً عن الترتيب القديم القائم على تقسيم الموضوعات إلى وحدات مثل وحدة القرآن الكريم ووحدة الحديث الشريف. ففي التوزيع الجديد ارتبط موضوع الآيات المفسرة بما يناسب موضوعها من دروس الفقه والعقيدة، وتم الاستدلال بالأحاديث النبوية التي تناسب الأخلاق والمعاملات وهكذا. وجاءت ألفاظ الكتاب سهلة ميسرة بعيدة عن الإسهاب والحشو، تتناسب مع بنية الطالب المعرفية والثقافية، وتتضمن مفاهيم جديدة وخرائط تنظيمية إضافة إلى أنشطة بنائية وختامية متنوعة.
وتشجع أيضا التعلم الذاتي لدى الطلبة، وتركز على بناء القيم والاتجاهات لديهم. أما الكتب المعتمدة أعزائي الطلاب من وزارة التربية والتعليم فهو كتاب التربية الإسلامية للصف التاسع. ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا، وأن نكون قد هدينا للصواب والحق فيه، وأن نكون عند حسن ظن كل من كلفونا هذه المهمة. موفقة أرجوه لكم أعزائي الطلاب.